صافي هاي اليوم بمناسبة عيد ميلاد اتحاد بالعباس رأينا هذا الجمهور احتفال لم الشم وإن شاء الله ما تكونش هذه الأولى وهذه التالية. بهذه المناسبة السعيدة أدعو جميع أنصار اتحاد بالعباس يعني أنصار الأوفياء إلى الالتفاف حول الفريق رغم الظروف ورغم النتائج السلبية ورغم العراق اللي راه في اتحاد بالعباس الفريق تاعنا راه أوطاج ونشكرهم. أنصار اتحاد بالعباس احتفلنا بتاريخ تأسيس بمناسبة 88 سنة. حنا كيما هاك رانا في كريز ماناش كاع ملاح لا إدارة لا مساهمين اللي كيف سامحين فيها اللي كيف راحت في الواد وعلى هاكا ومسمحنا.